هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام نصل بكم الى ختام هذه الفتره الصباحيه مذكرين بانطلاقه المساء والرموز الثمانيه في تمام الساعه الثانيه من ظهيره هذا اليوم. ناتي بملخص هذا الصباح من خلال 26 شوطا انطلقت من مسافه 5 كيلومترات في ثالث ايام هذا المهرجان. الشوط الاول ذهب مع الوثبه لسلطان بن ريو بن محمد المنصوري، تهانينا والناموس على فوز الوثبه باول اشواط هذا اليوم، حيث ظفرت الوثبة بالمركز الأول والصدارة الأولى وقطعت مسافة السباق في 7:28.6 من الثانية، تهانينا والناموس. يأتي الشوط الثاني حيث فازت في حفلة لسهيل بن سالم بن السهيل الخيلي، حيث أدت أداء جميل وانطلاق مميز من خلال هذا الأداء المميز ب7:29.3 من الثانية. ليأتي الشوط الثالث ذهب مع الوسمي، وكان الوسمي أيضا لكاردوس بن الدودة بن سالمين العامري، أكد بن سالمين هذا الفوز والانتصار ب7:27 وفاء وتماما وكمالا. بينما يأتي الشوط الرابع وذهب مع متعب لراشد بن غانم بن مصر، ايضا هناك راشد بن غانم بن مطر بن او راشد بن غانم بن مصر المنصوري، وكان ايضا احد شباب الامارات وفرسانها ب7:24.3 من الثانيه، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ياتي شكرا المطر بالقوبه من قدم هذه النجوميه. بينما ياتي الشوط الخامس كان مع الهبوب لمحمد الخميس بالصوب الاكتبي، مؤكدا هذا الفوز ب7:31.1. بينما ياتي الشوط السادس ذهب مع الشبابيه لمحمد بن مطر بن محمد بن دحروي العام، وأكد أيضا هذا الناموس إلى مرغم ب7:30.5 من الثانية. بينما يأتي شوطنا السابع أيضا هناك مع رحال لخليفة بن حليس بن راشد الاكتبي، مؤكدا لهالي الهير هذا الفوز والانتصار ب7:33.3 من الثانية، تهانينا والناموس الواضح. شوطنا الثامن لراشد بن سعيد بن علي المزروعي، مؤكدا فوزا وانتصار ومهديا أهالي السوان ب7:29.2 من الثانية. شكرا أحمد بن راشد الغيلاني. بينما يأتي شوطنا التاسع مع أيضا ميراج المبارك بن سالم بن مبارك بن حريب الشامسي، مؤكدا هذا الفوز ب7:31.2 من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. ياتي الشوط العاشر فكانت سراب العبيد بن حمد بن محمد الوهيبي، تهانينا لهالي بدية على هذا الفوز ب7:29.4 من الثانية. شكرا عامر بن سعيد بن مبارك الوهيبي. بينما ياتي شوطنا الحادي عشر الذي ذهب مع غيث السعيد بن حمدان بن محمد الحميري، واكد شعار الحميري هذا الفوز والانتصار ب7:28.2 من الثانية، تهانينا والناموس. شوطنا الثاني عشر ذهب مع هملول لراشد بن سعيد بالغافرية، تهانينا والناموس، حيث فاز هذا الشعار الأخضر ب7:26.2 وفاء وتماما وكمالا. بينما يأتي شوطنا الثالث عشر فازت في الشاهينية لبطشان بن صالح
اليامي أكد فوزا وانتصارا جميل وأهدى أبناء المملكة وأبناء نجران بسبع دقائق 28 أربع أجزاء من الثانية. يأتي شوطنا الرابع عشر، فازت فيه الذيبة لمسلم بن حمد بن سعيد العامري مؤكدة فوزا وانتصارا جميل من خلال أيضا هنا الأداء المميز بسبع دقائق 23 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. يأتي شوطنا الخامس عشر، ذهب مع مشغل للسيل بسالم بن حمد بالعضيلي العامري مؤكدا أو مشعل أيضا سلالة مشعل أحد الأسماء القوية بسبع دقائق وخمس وعشرين ثانية جزءا واحدا من الثانية. شوطنا السادس عشر لمحمد بن عبد الله بن بادي الظهري، تهانينا وناموس على فوز الأسد بهذا الأداء المميز والانطلاق الجميل الذي فاز فيه هذا الانتصار في شوطنا السادس عشر. مشكور يا نصار من خلال هذا الأداء الجميل بسبع سبع وعشرين وجزئين من الثانية. بينما يأتي شوطنا السابع عشر مع ميعاد لسعيد بالسيل بالدليوي، فأكد شعاري بالدليوي هذا التواجد سبع ستة وعشرين ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. شوطنا الثامن عشر ذهب إلى أبناء السلطنة هاجر لخريبيش بن محمد بن حمد الوهيبي أحد الأسماء القوية في عالم الأصائل وعالم الصفقات بسبع دقائق 25 ثانية جزءا واحدا من الثانية. مشكور يا أبو الخطاب من قدم هذه النجومية. بينما نبدأ بأشواط الإنتاج، فكانت الشهامة لمحمد بن أحمد الخزع بالهركي العامري هي من أهدت مصانع الجنوب بسبع دقائق 25 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. يأتي شوطنا العشرون، فظهرت سلالة المختبر وأكدت مشغلة لمحمد بن أحمد بن سعيد بن حلو الاكتبي هذا الفوز والانتصار بسبع دقائق 25 ثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي شوطنا الواحد والعشرين مع شاهين لعيسى بن سعيد بن هدي الشامسي مؤكدا سبع 24 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الأداء. الكايد في شوطنا الثاني والعشرين ذهب مع سعيد بن حمد بن محمد العفاري أكد التوقيت الأفضل مع سلالة الكايد بسبع دقائق 21 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدم الكايد. بينما يأتي شوطنا الثالث والعشرين مع النصيبة لمبارك بن يمع بن مغير الخيلي وأكد شعار بن مغير بسبع 26 وثلاث أجزاء من الثانية وحدها لبو سمرة هذا الفوز الكبير. بينما تأتي تنويه في شوطنا الرابع والعشرين ليتقدم أحمد بن محمد بن حليس العفاري مؤكدا أيضا مع تنويه بسبع دقائق 24 ثانية أو 23 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا وسلام إلى مصانع الجنوب على هذا الفوز. شوطنا الخامس والعشرين ذهب مع طحان لسعيد بن مايد بسالم الاكتبي مؤكدا فوزا وانتصارا مع هذا الأداء المميز بسبع دقائق 25 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز الجميل والرائع والمستحق. يأتي شوط الختام مع صدام لمحمد بن حمد بن شطيط الشامسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل الذي قدمه أيضا شعار بن شطيط، وتهني أيضا من حمد بن بخيت بن نوبي العامري لهذا الشعار بسبع دقائق 23 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس وسلام على هذا الأداء وسلام زاخر سلام. هكذا وصل إلى الختام، نذكر بانطلاقة المسافة تماما.